اللاعب المتألق، اللاعب الذي فاز بكل ألقاب. يوسف بن علي الفائز بالتشامبيونز ليج مع برشلونة وبالتشامبيونز ليج الآسيوية مع نادي الخليل. دخول عبد العزيز الشمري كدائرة ثانية ثم يعود إلى مركزه وفرانكيس ينهيها، فرانكيس ينهيها كالعادة بمجهود صفر في رمية سبع أمتار، يعود إلى الخلف علي صفر وعلي أو يوسف الريان في هذه في هذا النهائي وفرانكيس كما الملاش مررها لإلدير والتصدي الأول لعلي صفر أمام إلدير من الجناح يغلق القائمة الثاني أنيق المركز مع فرانكيس إرنانديز والقائم الأول لي جيرش من الأول يمر بسهولة كما الملاش وإلدير ينهيها بحركة فنية رائعة بعد ما ضيع في اللقطة الأخيرة مصطفى خليل تقاطع مع يوسف بن علي يدخل إلدير في الجهة اليمنى والثانية على التوالي لإلدير من إلدير عبد الله خميس إرنانديز الكرة تدخل الشباك الريان بعد اصطدامها بالمدافعين هدف إلدير أو رائعة من إلدير ورمية سبع أمتار بداية رائعة لإلدير هدفين متتاليين يوسف بن علي ينجح يوسف خبرة كبيرة تعرف في أوروبا قوية رائعة من أنخيل إرنانديز تسديدة لتصدر خطيرة للكويت نادي الكويت فرانكيس رغم الدفع رغم أن المدافع دفعه في الهواء يوسف بن علي لكن لا يفقد التوازن هذه المرة من فرانكيس أراد أن يضعها في الزاوية البعيدة والرد يأتي مباشرة عن طريق نصر الدين مكديش الذي سجل هدفه الأول في المباراة اللعب السريع أيضا أحد الحلول للريان القطري إرنانديز تقطع الكرة الهجمة المرتدة الثانية على التوالي هذه المرة نفس اللاعب مقديش وجه لوجه يعطي الأسبقية يعطي الأسبقية للريان يضغط فرانكيس يمر من الأول مرة لإرنانديز المرور في الجهة الخارجية رائعة من إرنانديز اندفاع بدني والفنت قبل ملاش يضغط مصطفى خليل تسديدة رائعة والأسبقية للريان يستددها أمام المدافعين وفرانكيس يضيع التسديدة الثانية وعلي عناد في الرد الهجمة المرتدة هذا هو الريان الريان الذي ينطق فرانكيس دخول بقوة الحكم يطلق يطلب بمواصلة اللاعب تصل لعبد العزيز الشمري في زاوية كمال بلاش رائع رائع لكمال بلاش يمررها مباشرة ليوسف بن 15 والشمري يسجل تعود فرانكيس رائعة رائعة من فرانكيس أيضا التمريرة لي مشاري الشمري أن هذا اللي يمشي بالكرة إلدير يدخل كدائرة ثانية يسلم الكرة في الجهة اليسرى نادي الكويت يستقبل أهداف لكن يسجل أكثر من ما يستقبل هذه قوة نادي الكويت والتمريرة في الهواء من الأنيق المايسترو تمريرة ميليمترية تصل لأنخيل إرنانديز من خليل وملاش يضغط كمال ملاش يسحب لاعبين قلت يفعل كل شيء كمال ملاش كمال ملاش اليوم الشيء الجيد أنه يلعب بطريقة جماعية عودنا إلدير يضغط إلدير حول التسديد رائعة من إلدير مباراة كبيرة إلى حد الآن تمريرة من فرانكيس وينهيها فينيسيوس تيكسير تسديدة مصطفى خليل ارتقاء والقراءة الجيدة لمحمد أبو يابس يدخل مكان علي صفر فرانكيس عبد الله خميس يبحث عن الغرب اللي في التقاطع الغرب اللي والتصدي الكرة لمست القائمة خاف ياخذ المسؤولية هو فرانكيس يرد بسرعة ينهيها فرانكيس لا يحتاج كمال ملاش مصطفى خليل قوية من مصطفى خليل والتصدي اللي عبد الله خميس فرانكيس رائع التسلسل بدا هو فرانكيس هو الذي وضع التيمبو هو الذي ضغطه يدخل مكان علي عناد إلدير يمر من الاول هو يسجل إلدير هدفه الخامس هدف عبد الله خميس يضغط عبد الله خميس يبحث عن الغربلي في التقاطع هو الغربلي اخيرا الغربلي يسدد في القبه الكرة لنصر الدين والقائم الأول لنصر الدين مكديش الريان اللي سيعتمد على فرانكيس لا يرحم الجهة اليمنى
يلعبها للغربلي، الغربلي يحاول التسديد، هناك صافرة وخطأ هجومي تعود للريان الديرة ملاشة ورايا رائعة من كمال ملاش يوصلها لزميله يوسف بن علي، الرابع ليوسف ملاشة يصعد عليه تكسيرا، يعود تكسيرا ويقطع الكرة والهجمة المرتدة لفرانكيسا، وجها لوجه فرانكيسا يسجل هدف السادس له ويعدل النتيجة ناقص للنادي الكويتي. كمال ملاش مقديش من الجناح رايا مقديش رايا نصر الدين مقديش رجل لرجل عبد الله خميس يبحث التقاطع يسدد عبد الله خميس يسجلها عبد الله خميس يا أسامة توميتا. النهائية لبطولة البطولة الخارجية للأندية أبطال الكؤوس والكويت يسجل عن طريق نادي الكويت عن طريق عبد العزيز الشمري. الريان متقدم عدديا في الهجوم يضيع كرتين خطأ فني والآن علي فرانكيس شاهد فرانكيس يشاهد عدم صعود مصطفى خليل التسديد والقائم والمتابعة والتصدي لعلي صفار ينفجر يخرج علي صفار أمام يوسف بن علي والتصدي الرابع يدافع عن لقبه في هذه المباراة فرانكيس إرنانديز ورايعة من إرنانديز يمر بالمروحة الأول هذه ثالثة أمام صفار ثالثة يضيعها يوسف بن علي والتصدي والتألق لعلي صفار قلت حذاري حذاري ثم حذاري من هذا الحارس الذي لما يقدم الكثير في شكار مررها لخميس والتصدي لأسامة تومي من التقاطع في الجهة اليسرى مصطفى خليل إلدير رائع إلدير يواصل التألق والسادس لإلدير فرانكيس إرنانديز حوضية رائعة لأنخيل إرنانديز شاهدوا أمام عناد بين أرجل أسامة تومي السادس لأنخيل إرنانديز هو مفتاح اللقب في هذا النهائي وإلدير يفعل ما يشاء إلدير يفعل تركيز عالي لأسامة التومي لكن إرنانديز حول المرور تدخل الدفاع ضغط الكرة لعناد في زاوية مفتوحة رائعة التمريرة من مصطفى خليل واللاعب الحالي للنجم الساحلي وفرانكيس عندما يجد المساحات باللقب إلى حد الآن النادي الكويتي أفضل على مستوى الدفاع كمال ملاش يا مرة رائع كمال ملاش حذاري من الإصابة هدفه الأول في المباراة بعد بس الكرة للجناح والشمري يضيع أمام أسامة تومي رائع تومي حول المرور إلدير من سبع أمتار مع دقيقتين أين الدقيقتين يا سيد نصر الدين مقديشة بعد ما ضيع يوسف بن علي رمية سبع أمتار نصر الدين مقديشة علي عناد كذا يقطع الكرة خميس يسجل عبد الله خميس هذه المرة يسجل بعد ما ضيع مرتين الرد يأتي بسرعة الرد يأتي بسرعة عن طريق نصر الدين مقديشة كمال إلدير يمر من الأول يصطدم بتكسيرا تبقى لإلدير يمرها لكمال ملاش الكرة تحب الريان الكرة تحب الريان ضد واحد كمال ملاش يسدد التصدي لعلي صفر يلمسها الشمري تذهب بسهولة مقديش تسديد لولا القائم ينقض مرمى علي صفر القائم الثاني لتسديدة سبع أمتار الأولى للكويت نادي الكويت وبطريقة جميلة كالعادة كمال يمررها لمصطفى خليل على الثبات مصطفى خليل تسديدة سريعة دقيقة في القائم الأول لم يشهد الريان تقدم بهدفين ثم النادي الكويت تقدم بهدفين ولا فريق استطاع أن يعود لو مرر على الدائرة كان أفضل فرانكيز هو الذي سيضغط هو الذي سيعطي التوقيت القوي خليل على الثبات رائعة من مصطفى خليل في رمية سبع أمتار أمام صالح الموسوي صالح الموسوي شاهدوا ماذا يفعل يضع الكرة إلدير أمام علي صفر وصفر يتصدى لرمية سبع أمتار الثالثة في هذا النهائي علي صفر هذه المرة أمام إلدير الدقائق الأخيرة
الموني تايم وما أدراك ما الموني تايم. رمية سبعة أمتار التصدي لعلي صفر لكن رمية كرة الأسبقية في يد يوسف بن علي ثيتين كمال ملاشة يسحب لاعبين مرها لإلدير يمر إلدير يا إلدير إلدير رجل المباراة عبد الله خميس حول المرور يمر عبد الله خميس ويقلص الفارق إلى هدف واحد باللعب السلبي كمال حول المرور إلدير إلدير والتصدي لعلي صفار لو دخلت هذه الكرة سيخسر النهائي واللقب فرانكيس مررها للمساوي وتصدي تصدي البطولة وعقلانية كمال ملاش يمر من الأول مررها في الجهة اليسرى والتصدي التصدي 10 ثواني أمام الكويت لتعديل النتيجة تصل كرة من الجناح والتعادل والتعادل نهائي مجنون نهائي مجنون المساوي الذي ضيع كرة التعادل تأتيه الفرصة 50 هدف في 60 دقيقة في المباراة والآن 5 دقائق الأولى والهجمة اللي يصعد له المدافع خليل مررها ليوسف بن علي تقطع من الدفاع والهجمة المرتدة صالح المساوي يسلم الكرة ورمي 7 أمتار ودقيقتين على كمال ملاش كمال ملاش يرتكب الخطأ هو الكويت نادي الكويت عن طريق صالح المساوي صالح المساوي الذي ضيع داري ثم حذاري 5 دقائق فقط يجب التركيز هو مصطفى خليل هذا اللاعب حقيقة الطميرة تصل الجناح الشماري يسجل الشماري هدفه الرابع ضيع الكثير عبد العزيز الشحذة التسديد اتقطع مع مصطفى خليل الدفع من فرانكيس وخليل ينتفض خليل ينتفض في الشوط الإضافي الأول يسجل الهدف غايب عن التهديف فرانكيس لم نشاهده في الشوط الثاني تمريرة اللي هي ريعة من فرانكيس يستلمها أمام 3 مدافعين تكسيرا بغط إلدير إشارة باللعب السلبي والكرة تصل ليوسف الكرة تصل ليوسف كمال ملاش رائعة لكن التصدي من علي صفار ويسترجع من تكسيرا يلعبها بسرعة في الجهة اليسرى دافع دفاع 1-5 دائما على الصعود رجل لرجل على فرانكيس يصعد عليه علي عناد 4 رميات 7 أمتار يضيع كمال ملاش رمية 7 أمتار الخامس فرانكيس عبد الله خميس أمامه يوسف بن علي الكرة في الهواء رايها من عبد الله خميس يفعلها للمرة الثانية ويمررها لأنخيل إرنانديز في الهواء وحشة علي صفر المتألق في رمية 7 أمتار ومقتيش هذه المرة ينجح فرانكيس على الثبات والتصدي التصدي لأسامة تومي بتمريرتين 3 دخول بقوة الهدف لإلدير هدف الفوز هدف اللقب إلدير يفعلها إلدير إلدير يفوز اللقب يفوز الريال باللقب إلدير الذي سجل 8 أهداف قبل هذا الهدف يسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة إلدير الذي ضيع كرة الضربة القاضية والفوز باللقب في 60 دقيقة إلدير يعود ويسجل هدف الفوز للريال هنا نشاهد صالح المساوي يبحث عن مرور بقوة وإلدير يسجل في الزاوية البعيدة ويهدي اللقب للريان إلدير رجل المباراة إلدير يقدم أفضل مباراة في مسيرته الرياضية التونسي إذن هنا صورة وعلي بن سعيد علي بن سعيد متواجد في الصورة الأب الروحي للريان ولكرة اليد الريانية كمال ملاش يرفع الكاس مبروك للريان مبروك لقطر مبروك لهذا الفريق الرائع ومبروك للإدارة الريان وجمهور الريان بهذا التتويج وبهذا اللقب
هنا بقاعة تحيلة